كان خروتشوف يصرخ من الهادف: اسأله هل هو بخير؟ في روسيا لم يرغبوا بإظهار كل هذه الأشياء. هل كان يوري جاجارين فعلاً أول رجل يذهب إلى الفضاء، أم أنه عاش حياة زيف وكذب؟ الديمقراطية لم تكن موجودة، هل هو حي؟ وتأخر الرد. عندما حاول الإعلام السوفيتي إخفاء حقيقة حادث كاميروف، كان هناك ضغط هائل من أجل التكتم والاحتفاظ بالأسرار،